بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية جاءت عقب آيات المتخلفين عن الغزوة مع رسول الله، أي المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله، وجاءت بعد أن بين الله مزايا المجاهدين وما يثيبهم الله على هذا الجهاد في قوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. حيثيات ترغب الناس في الجهاد ترغيبا يخرجهم عما ألفوا من العيش في أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم، لأن الثمن ثمن واسع. هذه الآية جاءت أهي تتمة لآيات الجهاد أم كلام مستقل جديد؟ حينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا إنها تتمة لآيات الجهاد، وما دام الله قد رغب في الجهاد هذا الترغيب فإن الناس بعد هذا الترغيب أقسموا على نفوسهم أن لا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها. فنشأ من ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ورسول الله يستقبل وحي الله، واستقبال وحي الله يقتضي سامعين ليبلغوه. فلما انصرف الناس إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة في الجهاد، وقال إن الإسلام منزل من الله على رسوله ليبلغه للناس، إذن فهناك منهج من الله وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله أولا ومن السامعين لرسول الله ثانية ليسيحوا به في البلاد. ساحة البلاد إعلام بدين الله، الإقامة مع رسول الله استقبال لذلك الإعلام، وإلا فماذا يعلمون؟ إذن فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين: أمر بقاء الاستقبال من السماء، وأمر الإعلام بما استقبلوه إلى البلاد. فإذا كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد في سبيل الله فقد حققتم شيئا واحدا، ولكنكم لم تحققوا شيئا آخر، وهو أن تظلوا لتستقبلوا عن رسوله من رسول الله. فأراد الله أن يقسم الأمر بين مجاهدين يجاهدون للإعلام وباقون في مع رسول الله ليستقبلون إرسال السماء لهذه الأرض. فقال فلولا نفرا وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ساعة ما تسمع كان ومنفية فاعلم أنها إيه؟ جحود لهذه المسألة، يعني ما كان، ما يصح أن يكون هذا، أن ينفر المسلمون إيه؟ كافة. ومعنى كافة يعني جميعا بدون أن يتخلف منهم أحد، ودي مأخوذة من كف الشيء، بمعنى أن أنت إذا سمعت الخائط لك أنا أريد أن أكفف الثوب، كففه يعني إيه؟ الثوب هنا ينقطع قماش يبقى فيه فتل عايزة تخرج من الثوب،
يوم يكففه يعني عشان يحتفظ بكل الفتل جميعه فيعمل تكفيف عشان ما فيش فتلة تطلع من البتاع. يبقى كفة يعني ايه؟ جميعا. طب لماذا لا ينفر المؤمنون الى الجهاد جميعا؟ اليس الجهاد اعلام؟ نقول نعم، هو اعلام وسياحة بمنهج الله في الارض، ولكن الذي يسيح للاعلام اي شيء يعلم به لازم تكون عنده حصيلة يعلم به. طب والحصيلة دي تجي منين؟ من منهج السبائح حين ينزل. إذن فلا بد من أناس يستقبلون إرسال السماء ثم يعلبون به ويرسلونه لأهل الأرض جميعا. فإذا كان هؤلاء المؤمنين سينصرفون إلى الجهاد يبقى المعنى الأول ما تحققش. ساعة ما تسمع كلمة وما كان للمؤمنين يعني ما يصح أن يكون، إحنا قلنا زمان فيه نفي الكائن ونفي بغاء الكائن. زي ما قلنا ما بقول لك فلان هيشتري فيديو، يقول له عنده حاجه ما كان له ان يشتري، هيجيب من ايه؟ طب واحد قادر يجيب الفيديو، يقول لك هو صحيح هذا، انما ما ينبغيش للي مثله يجيب فيديو عشان العيال تعمل مش عارف ايه. اذا ففيه فرق بين كائن وبين انبغاء. ولذلك حينما اعطانا الله امرا يتعلق برسول الله، رسول الله نشا في امه عربيه، الأمة العربية دي أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة بيان وأداء قوي يسحر، وناس كتير شعراء وكتاب، لكن رسول الله لم يشتهر بهذا. لك بقى عبقرية رسول الله كانت دون من خطب ودون من قال ودون من شعر. أم قال لك لا، هو يقدر يقول كل حاجة، إنما الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقدر يقول انما ما ينبغيش. ليه؟ لان الشعر اعزبه اكذبه، وما دام اعزبه اكذبه لا بلاش دي. وايضا لان الله لا يريد ان يعلم الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرتاد على صناعه البيان واساليب الادب، وبعد ذلك يفاجئ الدنيا بالبيان الاعلى في القران يقول لك ده مش من عنده، لانه قعد مده طويله ما نسمعش منه حاجه من دي. فيبقى كل حاجه منسوبه لمين؟ لا لمحمد، ولكن منسوبه الى رب محمد. وما ينبغي له يعني ما يصحش انه يكون، انما استعداده يقدر يعمل كل حاجه، نقدر نعلمه كل حاجه ويبقى كويس. ايه؟ ويبقى كويس فيه. ولذلك القران لما يقول يا ناس يلي بتقولوا ده القران ده من محمد، يقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله. ده انا قعدت لسنه 40 سنه بقى ما طلعش مني كلمه حلوه ولا قصيده ولا شعر ولا بتاع. ومن الذي يستطيع ان يؤخر عبقريته الى الأربعين؟ العبقريه دي تيجي في امتى؟ بتيجي من قبل العشرين بشويه وفي الاخر الثالث، انما هيقعد ياخر عبقريته كده لحد فقد لبست فيكم عمرا من قبله، يعني بدون ان يعلم عني شيء من هذا، افلا تعقلون؟ اتعقلوا شويه. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القران بالترغيب في الجهاد كادت المدينه ان تخلو. نقول له طيب ما دمنا عايزين نحافظ على امرين، امر استبقاء استقبال الإرسال وأمر الإعلام بالإرسال، يبقى عايزين حاجتين اتنين، إن المسلمين يبقوا طائفتين، طائفة تستقبل وطائفة تعلم وترسل، يبقى لازم يكون كده. هل قوي؟ طيب إذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش إرسال ولا حاجة، يبقى يبعت واحد بالدين كده يقول للناس زي ما أرسل مصعب بن عمير المدينة مثلا. وما دام رسول الله باقي والمؤمنين باقين وإياه ولا فيش جهاد، تبقى المسألة محلولة، يبقى الفترة دي فترة ايه؟ استقبال بس. طيب فإذا خرج الرسول للجهاد، نقول ما دام الرسول خارج وإياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والإعلام موجود. امال المشكلة تيجي امتى؟ قال لك إذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد، لكن لما يكون رسول الله موجود، طب ما هو الارسال هينزل على رسول الله على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا ايه ويسمعوا. يبقى اذا المشكله تيجي امتى؟ اذا ما خرج الناس للجهاد وظل رسول الله في المدينه. يبقى نقول الاسم اسمين بقى، قسم يعلم بمنهج الله وقسم يستقبل على الاول. طيب حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوه، والغزوه هي ما خرج فيها رسول الله، وإذا لم يخرج رسول الله وأرسل اللي هي المشكلة بتاعتنا دي ما تسمهاش غزوة، وإنما يسموها سرية. ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا، غزوات اللي يشهدها مين؟
ودي ما فيهاش حاجة، لأن الإرسال والاستقبال كله هيبقى إيه ويا بعض. لكن المشكلة في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها اللي فيها رسول الله يسموها غزوة، واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها إيه سرايا، إلا غزوة واحدة سميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله، كان المفروض انها تسمى ايه سرية. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها مش سرية مؤتة سموها ايه غزوة مؤتة؟ خرجتم ليه عن الاصطلاح ده ما رسول الله لم يحضرها؟ فقال لك لان المعركة دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي ايه كانت معركة حاسمة وقتل فيها كم واحد وخد الراية فلان وماد وقتل وخد الراية الثاني فلان وقتل وخد، مسألة كانت فظيعة. فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه سرية، دي غزوة لان فيها عنف وفيها 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 وفيها. لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي ان التسمية منطبقة تمام الانطباق على مين؟ على مؤتة اللي كانت تقول سرية يقولوا لا ده هي غزوة. ليه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والغزوة مشي وأرسل القوات، إن مات فلان يبقى فلان يجي وإن مات فلان يبقى فلان يجي ورتبه. الله، اشمعنى الغزوة دي اللي قال إن مات فيها فلان يبقى فلان يجي وإن مات فيها فلان؟ ده يبقى عنده إيه؟ عنده كشف إن ده هيموت وده هيموت بدل قال ده عنده الله رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده. أدي واحدة. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والغزوة دائرة التفت الصحابة فسمعوا رسول الله يتكلم، قال أخذ الراية فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان. الله 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 الله، عمال بيزيع بيزيع الايه بيغطي المعركة وهو في المدينة. فقالوا لم يقل ذلك إلا لأنه شهد، ولما رجعوا وجدوا الأمر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينة كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ تبقى تسمى غزوه. ساعه بقى ما تسمع ما كان المؤمنون لينفروا كفه فلولا نفر، ساعه ما تسمع كلمه لولا دي في اللغه الفاظ قريبه من بعضها، لو ولولا ولوما وهلا، الفاظ وارده في ايه؟ في اللغه. إذا سمعت كلمة لو تقول لك دي حكمت بامتناع شيئين، شيء امتنع لامتناع شيء. لو كان عندك زيد لجئتك، يبقى جئت ولا ما جئتش؟ ما جئتش، يبقى امتنع مجيئي عندك لامتناع مجيئي زيد، يبقى اسمها ايه؟ لو حرف امتناع لامتناع. لو جئتني في بيتي لأكرمتك، يبقى انا لا اكرمتك لانك ما جيتش، يبقى لو حرف ايه امتناع لامتناع. فاذا سمعت كلمه لولا، لولا زيد عندك لولا لجئتك، يبقى معناها ايه؟ ان امتنع مجيئي لك لوجود مين؟ يبقى اذا فيه امتناع لامتناع، امتنع مجيئي عندك لان ما جاش محمد عندك، هنا امتنع مجيئي عندك لان مين؟ فلان. يبقى ده امتناع لايه؟ لوجود. يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين؟ لوجود. طيب لو صحيح خلص للعملية دي وتبقى للتمني وتبقى للذنب، قال لك ده اذا كان بعدها اسم، لولا زيد لاتيتك، يبقى انا ما جتكش لوجود مين؟ لوجود زيد. طب اذا جه بعدها فعل، لولا فعلت كذا، يبقى ما دام جه بعدها فعل يبقى انا بحضده على انه يعمل. لولا جاءوا عليه باربعه ايه شهداء، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، يبقى بيحضدهم على ايه؟ يبقى اسمها تحضيض وايه وحس. امتى؟ اذا وقعت بعدها ايه فعل. ولو ما برضو زيه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله. طيب وهلا، قال لك هلا دي برضو تحضيض. هل ذاكرت دروسك؟ أنت بتستفهم بهل،
عايز تستفهم وتقول له هل ما جبت له ليه، لكنك ما ذكرتش، يبقى معناه انني بحسك على انك تعمل ايه، تبقى تذاكر. هلا اكرمت فلان يبقى بحسك على انك ايه. امسك بقى الاسلوب اللي معانا هنا بقى. وما كان المؤمنون لينفروا كافه جمعهم. طيب ليه اسمه اسمين؟ فلولا نفر يبقى بعدها فعل، يبقى يحسهم على ايه، على اللي يجي بعدهم. ينتنفر طائفه وتظل ايه طائفه ايه، يبقى اسمه حث وتحضيض على الفعل. فلولا نفر من كل فرقة، يعني كأنه قال أنا أحضكم وأحسكم على أن ينقسم المؤمنون قسمين، قسم يذهب للإعلام وللجهاد، وقسم يظل مع رسول الله يستقبل منهج السماء. فلولا نفر من كل فرقة. طب كلمة نفر دي معناها إيه؟ نفر هي من النفور، بس استعملت دائما في مسألة الحرب، الخروج للإيه؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض إلا تنفروا. الله، طب وش معنى أنا جاب حكاية النفرة دي عشان الجهاد؟ بس قال لك آه، لأن الذي يعوق الإنسان عن الجهاد حبه لدعته ولراحته ولسعادته بمكانه وبأهله وبماله، فإذا ما خرج تبقى شق على نفسه. ولذلك كتب عليكم القتال، ربنا برضو أنصفنا، قال وهو كره لكم. صحيح هو صعب، طب ومدام كر أم قال لك لا، إذا استحضرت الجزاء عليه تحتقر ما تتركه، ويبقى اللي تتركه قليل بالنسبة لي، فوجب أن تنفر من الذي تتركه، مش يمسكك، لا ده أنت تنفر منه تقول له لا سيبني أنا عايز أروح للثواب الإيه الأعلى. أدي معنى التحديد في أنهم سموا الجهاد إيه، نفور نفرة، كأن الذي يمسكك أن تجاهد لو قارنته بما تأخذه من حصيلة الجهاد لوجدت الذي يمسكك إيه؟ أقل، ومدام أقل يبقى مش يمسكك بقى، ده تنفر منه وتزقه كده وتقول له لا أنا هروح إيه؟ هروح أجاهد. فلما جاءت بل فلولا نفر، فهموا أن هذه الآية من تتمة الإيه؟ من تتمة الكلام على الجهاد، عشان نستبقي طائفة عشان تسمع من الإيه؟ من رسول الله تعالى. نشوف المنطق كده، فلولا نفر يعني لتنفر طائفة ليتفقهوا في الدين. طب وهي الطائفة اللي هتنفر تروح لحارب هتتفقه في الدين، ده اللي هيتفقه مين؟ اللاعب. شوف بقى نص الآية، فلولا نفر من كل فرقة هيه منهم طائفة، ليه نفر؟ ليتفقهوا في الدين. الله، طب ده اللي هيتفقه في الدين مش اللي نفر، هيتفقه في الدين مين؟ اللي قاعد. عايز المسألة تعديل، قال لك كلمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة الجماعة، والجماعة تنقسم إلى إيه؟ إلى طوائف، زي ما بنسمي دي الفرقة الأولى ولا الفرقة الثانية والفرقة الثالثة، هي جماعة ولا لأ؟ وبعدين نقسم الفرقة الواحدة من دي إلى جماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة مش عارف إيه، اسمها طائفة. يبقى الطائفة إيه؟ بعض الفرقة على الأول. ما دام قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى أسمهم ولا ما أسمهم؟ أسمهم، والطائفة هتنفر واتفقوا في الدين، يبقى المين؟ للطائفة التانية. ما هو ما دام أسمهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى طائفة هتنفر، طب والتانية ما تنفرش. شوف المعنى، والتانية إيه؟ ما تنفرش. ليه ما تنفرش؟ ليتفقهوا في الدين. إذن فكأن أسلوب القرآن أسلوب أدائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وبقيت طائفة أخرى. فهمناها منين؟ مدام نفر الطائفة يبقى إيه فيه؟ في طائفة ما بقيت. وبقيت طائفة إيه مهمتها بقى؟ دكم إعلامية، قال لك مهمتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. اللي قاعد يستمع كده في مهمة برضه، دوكا بيجاهد وده بيحضر له اللي يبقى يجاهد على مقتضاه، لما يجوا اللي هناك بقى اللي كده يقوموا يقولوا لهم والله رسول الله نزل عليه كذا وكذا 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 وكذا، وبعدين يبقى تناول، يبقى المسلمون كالبنيان المرصوص، ده بيأدي وده بيأدي لنا وده بيأدي بيأدي. قال هاي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، انتهينا من دي. وبعدين ليتفقهوا في الدين دلتني على أن الفرقة المتبقية، لأنه ما دام قال نفرت فرقة يبقى فرقة لم تنفر، ما دام فرقة لم تنفر يبقى هي دي اللي هتعمل إيه؟
تتفقه في الدين، واذا ما رجع القوم الاخر ينذرونهم ويقول لهم على الايه، على المنهج. في واحد تاني قال لك وليه ما تخلي المساله على بعضها كده ازاي؟ قال لك فلولا نفر من كل فرقه اللي هي المجاهده، المجاهده دي هتاخذ علم جديد. علم جديد ايه؟ قال لك نصرة الله للقلة على الكسرة، امداد الله بانه يتهزم العدد، المعجزات التي تحدث في انه كذا. يوم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه، يا سلام على الغزوة دي واللي حضرنا ده، حصل كذا، والنبي قدم لنا طعام افضل جيش كل، والنبي ما فيش مية حط ايده كده نبع نبع، وكنا قل وكنا بنشوف الملائكة تضرب. وانت الله، يبقى تفقه اخر مش تفقه زيادة علم تأكيد علم. يقول لهم يا سلام على اللي حصل، طب ولماذا لا يكون هذا وهذا ايضا؟ يبقوا الاثنين موجودين، دول يتفقه في علم ما يرسل اللي يقولوا له اللي ما سمعوه، وده يتفقه في الكائنات التي حدثت في الغزوه. يبقى اذا المؤمنون متكافئون ولا لا؟ متكافئون كالبنيان المرفوع، ايه يشد بعضه ايه، ده بيشد ده وده بيشد ده. ادي اذا كانت الايه خاصه بالجهاد. طب امال اللي قال ده الايه موضوع اخر غير الجهاد؟ قال لك لان الجهاد اعلام بمنهج الله في الارض، والاعلام بمنهج الله في الارض يقتضي منهجا معلوما من السماء. المنهج المعلوم من السماء، فقال انا قلت لكم على الجهاد، واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله ايه، واللي يجاهد يبقى هياخد ايه، فتكلم في امر الجهاد. يبقى بقي ان يتكلم في امر استقبال ما نجاهد من اجله، قضية تانية خالص. يبقى فلولا نفر من كل فرقة، مش عشان الجهاد بقى، البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع تجاهد، لازم هتجاهد عشان ايه، تقول ايه، تعمل ايه. يبقوا دول بقى بدل ما بنبعت ناس عشان يعلموا، احنا عايزين ناس عشان يجوا ويسمعوا اللي يقدروا يعلموا. فلولا نفر من الأماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان تسمع وتتفقه وترجع للناس اللي ايه. يبقى ده امر بعيد عن مين؟ امر بعيد عن الجهاد. يبقى اما ان تكون الآية من تتمة آيات الجهاد، واما ان تكون الآية امر مستقل للذين هم بعداء عن منهج عن منبع المنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول الناس اللي قاعدين بعيد دولي يعملوا ايه، يبعثوا من كل فرقة ايه طائفة علشان يسمعوا من النبي، وبعدين ايه يرجعوا لقومهم. يبقى دي كلام بعيد عن الايه، بعيد عن الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى اذا النفر تفقه في الدين على اي معنى، بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه لايه، لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد، او الطائفه اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الاشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين ايه، او هما معا. طب وان كانت المعنى الثاني مش في الجهاد، ده معنى ثاني اننا نجيب ايه، كل بلد تبعت ايه شويه منها عشان تيجي تسمع من رسول الله. طيب فلولا نفر، يبقى النفر هنا سماها ليه نفر مع ان احنا نفهم ان النفر للجهاد؟ اما قال لك لا، النفر للجهاد دي غالبه، وهذه نفره النفره، لانك انت هتنفر تجاهد بايه، يبقى لازم تنفر علشان تسمع وبعدين تنفر عشان تبلغ. يبقى عايزه دي ولا دي؟ عايزين الاثنين ايه، عايزين من بعض. كلمه بقى فلولا نفر من كل فرقه، الفرقه الجماعه، والجماعه اما ان تنقسم الى افراد واما ان تنقسم الى طوائف، زي ما قلنا الفرقه الاولى والفرقه الثانيه، وبعدين فيها ايه بتاع تمثيل وبتاع صحافه وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه، يبقى طائفه. طيب قال لك الفرقة أقلها ثلاثة، جمع أقله إيه؟ ثلاثة. لما ناخد من الثلاثة شو حاجة، يا ناخد اثنين إيه؟ يا ناخد واحد، مش كده؟ إذا أخدنا اثنين يبقى مطلوب منهم إنهم يبلغوا مين؟ الباقي. يبقى إذن مش خبر واحد، ده خبر مين؟ اثنين شهوده، النبي قال كذا وكذا وكذا. طب إذا كان اللي حييجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كده، أخبر الواحد يستمع إليه؟ أهو ده بقى الكلام اللي اختلف فيه العلماء، أخبر الواحد نأخذ به أم لا نأخذ؟
الآية صريحة في أنه لولا نفر من كل فرقة طائفة، والفرقة أقلها ثلاثة، الطائفة يتكون اثنين يبقى خلاص انتهينا، يتكون ايه واحد، يبقى لما واحد يجي ويتفقه ويرجع يقول فضل قال ان خبر الواحد ايه كافي. نقول له بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقة، ده طائفة من الفرقة، يبقى مفردات الفرقة طوائف لا واحد، مفردات الايه طوائف. احنا قلنا الفرقة الاولى والفرقة الثانية فيها ايه، طائفة الصحافة وطائفة التمثيل، هي واحد ولا يبقى جماعة؟ وكلمة طائفة تبقى جماعة ولا مش جماعة؟ يبقى جماعة من جماعة ايه، من جماعة اوسع. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه طائفة، يبقى النفر لها علة، ليتفقهوا في الدين، يبقى الـ 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 السبب انهم بعتوهم عشان ايه يتفقهوا في الدين. زي احنا ما نبعث بعثة في اي بلد، بعتين البعثة ليه؟ عشان تتعلم. اذا واحد خرج عن حدود البعثة بقى وراح عمل ايه، مش على حل شعره وبتاع، يبقى حقق النفرة، يبقى محقق، يبقى لازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه، يتفقه. معنى يتفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغة الفهم، اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلاني، ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله، لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه، انه يكون اهم شيء، لانه حيبين لك الحدود تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا. يبقى اذا الفقه مطلقا هو الفهم، فاذا فقهت مساله جبر يبقى فقه، اذا فهمت مساله حساب يبقى فقه، هندسه يبقى فقه. قال لك لكنه ايه، استقل باسمه فهم احكام الله. طيب فهم احكام الله حكم ام؟ قال لك فيه فقه، اذا فقه اي شيء ولو جزئيه قد كده يبقى اسمه فقه، لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه. في فرق بين فقه وفقه، فقه في دين الله يعني ايه، اصبح الفقه عنده ايه ملكه، ساعة ما تسأله في أي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول هي طب تسأله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها عشان لا، ساعة ما تسأله أي سؤال يبقى بقى اسمه إيه؟ ملكة. الملكة دي هي الصفة التي ترسخ في النفس من مزاولة أي عمل فيسهل العمل الذي بعده. نشبهها دائما في المعاني والصفات بالأشياء المادية الآلية. إحنا قلنا زمان لما يجي الأسطى الخياط يعلم الولد الخياطة، اول حاجه يعلمه ايه؟ يلضم الابره ازاي. يقوم الواد يجي يلضم الابره تنتين الفتله مش كده، يقوم يعملها كده ويقول له برمها كده عشان تبقى الفتله تخينه، اعملها بظوافرك كده وشدها شويه وشويه علشان، ويضربوا على دي قلم ويضربوا على دي قلم، وبعدين يجيب الخياط ويقعد ياخد جرده طلعت واسعه ولا عاليه، وعايزها غرزه وبعضها كده مهندسه. الله، يبقى لسه الواد ياخد كم قلم وكم درج ويتعلم على ما ايه، على ما يتعلم ويرتاط. وبعدين يا اخويا بعد سنتين ثلاثه تلتفت تلاقي قاعد بيكلمك ومسك الفضله ما خدتش منه تفكير، يقال بقى عمل آلي، بقى عمل ايه آلي، ويبقى بيكلمك وايده ايه، ايده اتوزنت، تمسك الغرزه لا تبقى الاصل، الغرزه للغرزه هي المسافه واحده، الغرزه للغرزه هي علو واحد، تبقى شيء. يبقى ده اسمه خلو عن العمل ايه آلي. اللي بيتعلم سواقه في السياره بيعمل ايه؟ بيقعد يقول له اول ما تقعد كده اوزن نفسك على الكرسي، شوف المرايه عشان واحد الكرسي يتقدم ويتاخره عشان طولك، ادي اول واحد، وبعدين ايه امسك ايه حرك الليه. وبعدين حط رجلك على مش عارف ايه واعمل ايه. يقوم الواد لما اول ما يتعلم يتلخبط، يقعد مره ما يوزنش نفسه على الكرسي، يروح لازع قلها، يجي مره يحط رجله على مش عارف ايه قبل ما يحط رجله على اتهب السياره منه، الله. وبعد ايه، بعد سنه واثنين تلتفت تلاقيه ايه يسوقها وهو نايم، بقت اليه. اهي الاليه ده هي في الامور المعنويه الحسيه، هي بعينها الملكه في الامور المعنويه. دي نعلم الولد النخل، نقول له يا اخي الفاعل اللي بيفعل الفعل هات له ضمه، كتب زيد الدرس، والمفعول هات له ايه فتحه. يقوم الولد يا عيني يسمع القحط، وبعدين ايه اللي يحصل، يطالع يقوم يغلط، يغلط ازاي؟ قال لك يتلجلج عند اواخر الكلمات،
لانه القعده لسه ما يوم الكتبه زي دق ويلهفها كده. ليه؟ لانه بيط شويه فبيعوض باللهفه دي الابطاء، ويمكن يغلط يقول يا اخي مش قلنا لك الفعل مرفوع، مده كده وبعدين يبقى يقعد يقرا بعدين من غير ما يفتكر فعل مرفوع يغلط ملكك، اقول له بقى ملكك. كذلك الفقه، يبقى فقه فهم شيئا، فقه بقى الفقه عنده ايه ملكه. ساعات بتقابله والله يا شيخ انا حصل مني كذا كذا، يقول لك كذا 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 كذا. التاني اللي لسه طالب بقى يقول لك ايه بتقول ايه هي ايه، على ما يقعد يدور بقى على الايه حلوص كده، وبعدين قوي يقول لك يدور هي باب ايه، ما بقتش ملكه لسه بعيد عليه. ليتفقهوا ليعلموا احكام الله علما ايه يصيره ايه ملكه عندهم. فان نفروا لشيء اخر، طب يمكن واحد من البدو ينفر كده، اقول له انتوا رايحين ليه؟ واحنا رايحين عشان نسمع من رسول الله. وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله، يلتفتوا لقوا عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح، يبقى مش جاي عشان ايه، يبقى نفر لايه؟ العله، ليتفقه. وتفقه لماذا؟ عشان يبقى عالم، عنده فانتازيه علم ويحط مش عارف ايه ويبقى ايه ومش عارف ايه. لا، ده فقه لايه؟ لينذر قومه، مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا اله، ده فقه. يبقى الاول نفر لايه؟ ليتفقه. وتفقه ليه؟ لينذر. فاذا ما انذر ينزل عشان ايه؟ عشان اللي يسمع منه يبني مقتضيات حركته على هذا الانذار لعلهم يحذرون اي يتجنبون ما يضرهم. يبقى كم مرحله عندي؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، ادي نفر ليه؟ ليتفقه، ادي المرحله الثانيه. ويتفقه ليه؟ عشان يعمل ايه؟ لينذر. ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يبقى ولا يشار اليه بالبنان ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. طيب وما دام ينذروا يبقى يترتب عليهم ايه؟ يحذرون الاشياء اللي فيه ضرر يتجنبه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله رجع تاني لمين؟ للجهاد. طب وإيه اللي حشر بقى الحتة التانية بتاعت النفرة والفقه؟ ما لك وانت عاد جاي للإعلام وحتعلم بإيه؟ مش لازم تقعد عشان تسمع؟ يبقى دي المرحلة ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى مرحله كلام منطقي. ما واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيجي تاني للجهاد، ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ تقول ان القران مش هقول له ايوه، لان ما دام اتكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس من فرقه عشان. طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم؟ عشان امال هتجاهد بايه؟ فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم، وده يعلم ده بيده وده يعلم ده بيده، تبقى ايه؟ تبقى ملكات ايمانيه متسانده. بعد ما عندكم ملكات ايمانيه متسانده اتجهوا بقى الى مين؟ الى الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله، قاتلوا، يبقى كلمة الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه بعاد، مع أن بقول انه قاتلوا كافة. يبقى في ظاهر الأمر لما يجي واحد يدعبس على حاجة يقوم يقول لك ده القرآن فيه برضو ليه؟ ده هو مره يقول لك قاتلهم كفه يعني جميعا، وبعدين يقول لك لا ده الاول وده مش الثاني الذين يقول لكم. ام قال لك ده قضيه الحكم العام، بس الاولويه تبقى الايه؟ علشان تقاتل الابعد لازم تامن نفسك من العدو القريب، وبتامن نفسك من العدو القريب تامن نفسك من العدو الاقرب. فخذ الاقرب لانه ايسر لك. ليه؟ مش هيتطلب رواحل تسافره، مش هيتطلب مؤونه، لانه قريب منك. يبقى يسر لنا امر الايه؟ امر الجهاد. وايضا لانه لما يبقى اقرب يبقى علمك بحاله قريب منك. ده الفتوه فيهم فلان، والفتوه في دول فلان، وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا، والحصون اللي بيستروا فيها كذا، يبقى انت عارف اخبار. يبقى انت عملت ايه؟ يسرت امر الجهاد على مين؟ ومخافة أن تذهب إلى الأبعد. ما هو لك الأبعد لما تروح للأبعد يقول لك ما يمكن الأقرب ده يجي ويروح عامل عليك كماشة، يخليك عند الأبعد والأقرب يروح إيه؟ يبقى صف إيه واحدة إيه؟
قاتلوا الذين ايه يلونكم من الكفار. وقاتلوهم، ما دام كلمه قتال يبقى عايزه ايه؟ قتال، يبقى عايزه عزيمه، وعايزه جراه تجرئ على القتال، وعايزه فيك عزيمه الصبر على يمكن تلاقي واحد اقوى منك يا اخي، ولا واحد زيك تقول انت شجاع، ويمكن هو برضو ايه شجاع. ام قال لك ولذلك عايزين غلظه. ايه الغلظه؟ الغلظه صفه، ما اعرف يقولوا غلظه غلظه غلظه، المهم انها ايه الشده. ام قال لك حين تضرب عدوك اضربه بايه؟ بقوه، بجرأه، بشجاعه. وحين يحاول عدوك ان يضربك استقبل الضربه بايه؟ يبقى انا عايز منك الغلظه في حالتين اثنين، في حاله الارسال منك وفي حاله الاستقبال منه. يبقى انا عايز جرأه وعايز ايه؟ صبر. ليه؟ قال لك لان ما يكفيش انك انت لما تضربه ضربه قويه وبعدين لما يجي ناحيتك كده تخور. يبقى انا عايز غلظه تحمله على عدوك وغلظه تتحمله من عدوك. في غلظه تحمله على العدو وتتحمل عليه، وغلظه ايه؟ تتحمله. ولذلك تجد آية آخر العمران يقول لك إيه؟ اصبروا. وبعدين قال لك ما يكفيش أن تصبر بس، هب أن عدوك يصبر أيضا. يبقى صابره يعني حاول تغلبه في الإيه؟ تغلبه في الصبر. طيب دي للمشقة وحنصبر ونصابر ونعمل، وبعدين أم قال لك واوعى لما تنتهي المعركة تلقى كده سلاحك، يمكن عدوك عايز يخليك يستنيمك، ده رابط له. وبعدين لما تقعد المعركة ما تنتهي، صبرت وصابرت والمعركة انفصلت، قول له أنا قاعد لك هنا، زي ما تقول له أنا إيه؟ أنا قاعد لك، يعني إن حدثتك نفسك إنك أنت جيت أنا قاعد لك. يبقى إيه؟ كم مرحلة؟ غلظة تهاجم، وغلظة تتحمل، والتحمل يقتضي صبرا، والتحامل يقتضي شجاعة. فإذا ما كان في خصمك هذين تقول له صابر. ساعة ما تسمع كلمة صابره يعني إن إدك صبر ادي له إيه؟ صبر أكتر منه. ودي مأخوذة في الأصل نافس فلانا، نافسه. يعني إيه نافسه؟ نافسه في شيء، يعني حاول ده يسبق إيه؟ والتاني عايز إيه؟ يسبق. مين اللي خطوته بقى اوسع، ومين اللي يصل اسمها ايه؟ وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون، تنافسوا في الخير. شوف مين اللي يسبق للايه؟ للخير. ماخوذه من ايه؟ هي من النفس. ليه؟ قال لك لان احنا قلنا ان تركيبه النفس الانسانيه تحتاج الى شيء مرة أو مرتين في اليوم، وتحتاج إلى شيء أكثر يمكن 5-6 مرات، وتحتاج إلى شيء دائما. فأنت في الأكل تأكل كم مرة في اليوم؟ 3. وفي الشرب أكثر شوية. طب وفي النفس؟ شك ما ينقطعش ده أبدا. يبقى النفس هو ايه؟ اكد الضروريات لحياه الانسان. عايز تشوف واحد انت اقوى منه؟ ام قال لك اغطس انت هو في الميه، واللي يقدر نفسه يطول عن اخوه يبقى اسمه نافسه، يعني غلبته في النفس. ما دام نفسه يبقى خزينه رئته ايه؟ اوسع، ما فيش فيه لا مرض لا ملبشها ولا اي حاجه. يبقى الاصل في كل شيء ايه؟ النفس. النفس ده بقى مأخوذ منه المنافسة، مأخوذ منه النفيس، الشيء الايه؟ مأخوذ منه تركيبة النفس. تركيبة النفس عايزة طعام وعايزة شراب وعايزة ايه؟ نفس. النفس ده ما حدش يقدر يصبر عنه ولا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان من رحمة الله سبحانه وتعالى انه قد يملك انسان طعام انسان، مش كده؟ يوم ربنا قل له هيملك طعامك، انا صبرك لحد شهر، لحد ما يتعمل حيلة بقى يا حد يجي ينقذك، يا هو يحن عليك. لكن المية أقل، ما تصبرش على شهر، من 3 ل10 حسب المية اللي عندك. ولذلك ما ملكش المية زي ما ملك الطعام،
اذا حسب الحاجه يجي التملك. تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحجزه عنك، تقوم تصبر، ربنا عامل فيك مخزن. والميه ما حدش عاده بيملكها، والملكه برضه تصبر لحد 10 ايام. طب والهواء ما فيش ولا لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ابدا. العباد غير مأمونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى ايه؟ النفس اللي هي مزيج من ايه؟ من الماده والايه؟ والروح. الاساس فيها ايه؟ النفس. طب عشان ايه؟ يبقى لك نفس، تيجي لك روح، ويبقى لك حياه، خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل ايه؟ اما قال لك خد الحكايه دي بقى اصطد بهذه الحياه النفيس. الشيء الايه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفيس. انت ما دام هتصبر يقوم بقى الباطل ان صابر لجاجه شويه ما يغذرش ايه؟ يقول لك لان الباطل ايه؟ زهوق. ان الباطل كان ايه؟ كان زهوقا. وليجدوا فيكم غلظه، غلظه تحمل على العدو، وغلظة تتحمل من العدو. وأن تصبر وأن تصابر وأن إيه؟ ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يطلب الله منا إننا يبقى عندنا غلظة عليهم، مع أن هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده بينفي الغلظ. قال لك افرق بين أمرين، أمر الغلظة في الحجة تبقى قوية، وأمر الغلظة إن تتطلبك الجهاد. أما المعايشة دي والمؤاكلة والملاطفة فدي اللي عايزة إيه؟ اللي عايزة لين وعايزة إرقة. وليجدوا فيكم غلظة. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تفيد إن الغلظة مش صفة دائمة. يجد فيك غلظة، يعني ان تطلبت الحاجه غلظه يبقى يلاقيها فيك، يبقى هي مش ايه. ولذلك قال لك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظه، لم يطبع المؤمن على الشده، لم يطبع المؤمن على العزه. قال لك لا، اشداء على الكفار رحماء بينهم، اعز على الايه؟ الكافرين، ولكن اذل على مين؟ اذل على المؤمنين. كلمه وليجدوا فيكم غلظه تقول له ولاجد فيك الشيء الفلاني، يبقى معناه ان احتجناها إن احتجناها نجدها. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار بعددك وبعدتك، ولكن العدد والعدة مطلوبة عشان بس تدخل وعندك شيء من الإيه؟ من الاطمئنان. اللي عايز يسلك مفازة أو طريق موحش فيه لصوص ولا حاجة، وبعدين يقول لك أخذ مسدس وياي، هو المسدس هيمنعه من إيه؟ ده المسدس بدي يديله ايه؟ شيء من الايه؟ من الاطمئنان بس كده. يبقى العده والعدد كده، انما المدد يجي من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. فاذا ما دام الله مع المتقين، لله معيه مع المتقين، فيه فرق بين ان يكون بمدده يمده، وفيه بين يبقى ايه؟ معه. طب ومع المتقين دي ايه؟ لازمها هنا جايه ليه؟ ام قال لك لان الداخل في الحرب اللي هيعمل غلظة قد يدخلها طمعا في المغنم، وبعد ذلك يدخل كده والكافر يقول له أنا أسلمت واستسلمت ومش عارف، يقول لك إن هو شايف إن المطية بتاعته كويسة والمغنم اللي فيه، يقول له لا، احذر أن الله مع المتقين، فإن سلم لك أو استسلم أو فاستأسره وإياك تعمل فيه أي حاجة، ولا تاخدش المسألة على إنها مغنم وتاخد إيه غنائم وتروح الحرب، أو تاخدها على إنها يعرف مكانك. بإن يا سلام فلان ده من الناس من يقاتل ليعرف مكانه، يعني ما إنه شجاع من واحد علشان يبقى فتوة، لا، أنت تعمل العملية بتاعتك إيه؟ في إطار أنك من المتقين لله، تحارب لتكون كلمة الله إيه؟ كلمة الله هي العليا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.